بينما فرعون لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن فيه بنو إسرائيل، جبريل بدأ يحط من قاع البحر طين يحطه في فم فرعون يحوش الله فيه. مع أنه أسلم، ما أسلم هو أولا، لو كان عاش لما بنو إسرائيل عبدوا العجل كان حيعبدوا معهم لأنه قيد نفسه بهم. ثانية الكلمة طويلة أطول من كلمة لا إله إلا الله. أنا قلت لكم مثل زمان لما واحد قال للواحد سلام عليكم، قال له عندي مكالمة دولية مخلصة برد عليك يا ستار يا رب، قال له كان زمانك رديت السلام. الله أكبر. كويس. أهم أطول لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل، ولا لا إله إلا الله. ما جد كلام طيب. ولا يؤمن ولا يتم الدخول في الإسلام إلا بكلمة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله فإنها قرينة الجلال، إنما أي اسم من الأسماء الثانية لا يدخل بها الإسلام. مدد مدد يا سيد يوسف مدد. خلنا نكمل لحظة نكملها. وأما الرضا إلا استطعام مرارات الأحكام بحلاوات القلوب وتلقيها بجنان الفؤاد، بحيث لو أرجع لما كان فيه أولا لرفضه واستحلى ما جابه جلبه الحق تعالى له، وما جد له حديثا في الحضرة. وهذا مقام أبي حامد الغزالي رضي الله عنه عندما قال ليس في الإمكان أبدع مما كان، وهذا هو الرضا يا إنسان.